وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث أفاد مراسل العربي في العاصمة السودانية أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تبادلا قصفا مدفعيا في أم درمان، وأضاف أن القصف تركز في منطقة حي النهضة وما يجاورها من أحياء جنوب الحزام، وفي منطقة تتمركز فيها قوات الدعم السريع، إضافة إلى أرض المعسكرات وقاعدة الجيش بوادي سيدنا في المدينة. وأفاد مراسلنا أيضا عن استمرار عمليات النهب والسلب التي تقوم بها قوات الدعم السريع بمدينة ود مدني وبقية قرى ومدن ولايات الجزيرة.